رمضان ويا شهر التوبة والغفران، يا شهر الخير يلي خلقك الرحمن، يلي عمرت بيك قلوبنا بالإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الأخوات الكريمات، الأخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله الصيام والقيام وجعلنا من عتقاء هذا الشهر الفضيل. إن شاء الله اليوم نتكلم على واحد الموضوع بإذن الله، على واحد الظاهرة نوصفها شي شوية، هو أن الحمد لله من فضل الله على هذه الأمة ومن فضل الله على هذا البلد ديالنا المغرب الحبيب والكريم، أن الحمد لله رمضان هو واحد الموسم ديال التوبة، وموسم ديال الإنابة، وموسم ديال الخير. ولذلك كثير من الناس اللي كيكونوا بعاد عن الله سائر السنة، لما كيوصل رمضان يقبلون على الله ويتوبون إلى الله. وشحال ديال الناس يتركون المناكر والمعاصي، شحال ديال الناس يقلعون عن التدخين وكيخليوا الخمور والمخدرات، ويقبل الناس على المساجد، وشحال ديال النساء والفتيات يرتدين الحجاب ويتقربن إلى الله، وكتكثر الحمد لله أعمال الخير، صلة الرحم والحسن الجوار، وإفطار الصائمين، وأعمال البر والخير، وهذا الشيء الحمد لله كلها مظاهر حسنة طيبة مباركة الحمد لله من خيرات وحسنات هذا الشهر، وهي الحمد لله كتدل على عمق هذا الشعب، وعلى أن الإسلام يمثل عمق الهوية المغربية وأساس هذه الهوية المغربية التي لا يستطيع أحد، يعني لا يستطيع أحد نزع هذا الأصل الأصيل وهذا الركن الركين اللي هو الإسلام. ولكن الذي يقع بعد رمضان، الذي يقع بعد رمضان هو أن واحد العدد من الناس اللي كيكون الحمد لله هذا الاجتهاد وهذا الإقبال وهذه التوبة وهذه الإنابة، ما أن يمضي رمضان غير كيدوز رمضان إذا بهم يرجعون إلى سالف عهدهم. ولذلك شحال واحد العدد من المدخنين يعودون إلى التدخين، واحد العدد من المخمرين صلى الله عليهم العفو والعافية يرجعون إلى الخمور، واحد العدد من العصاة يرجعون إلى المعصية، واحد العدد من الناس يصلون في رمضان حتى إذا مضى رمضان تركوا الصلاة. هاد الإخوان وهاد الأخوات ديالنا ننصحهم ونقول لهم لا تكونوا من عباد رمضان، ما تكونوش من عباد رمضان الذين يستقيمون في رمضان فإذا مضى رمضان عادوا إلى ما كانوا عليه، ولكن خصنا احنا نكونوا جميعا من عباد رب رمضان، ماشي من عباد رمضان بل من عباد رب رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى الذي فرض رمضان، والله سبحانه وتعالى الذي فرض الصيام والقيام والصلاة وأعمال الخير كلها، الله سبحانه وتعالى مثلما أنه رب رمضان هو رب شوال، وهو رب شعبان، وهو رب سائر الشهور، وأن الله سبحانه وتعالى يحاسبنا في كل زمان وفي كل مكان. ولذلك أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. كيرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا التقوى التي تملأ الزمان وتملأ المكان، وما يكونش فيها مواسم، وما تكونش فيها استثناءات، وما كتكونش فيها عطل، وما كتكونش فيها استراحات، إلى غير ذلك من الأمور. ولذلك نقول أيضا لهؤلاء الإخوة، نقول لهم أن يعني الله سبحانه وتعالى أن العمر قصير جدا، وأن الله تعالى محاسب على أعمالنا، وأن المصير الأخرى ديالنا مبني على رصيدنا من العمل الصالح، حتى أن كثير من النصوص توجه وترشد إلى أن المسلم يتمنى في الآخرة يوم لقاء الله، يتمنى لو كانت له فرصة للعودة إلى هذه الدنيا باش يكتسب حسنة واحدة، من أجل أن يذكر الله، ولا من أجل يصلي واحد الركعة، ولا من أجل يدير واحد الحسنة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث المحشر قصة الرجل الذي احتاج إلى حسنة لدخول الجنة، توزنت الأعمال دياله فكانت النتيجة أن خاصة حسنة وحدة لدخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فينطرق في المحشر يتسول الناس حسنة، يقول للناس: من يقرضني حسنة أدخل بها الجنة. كلما اتجه إلى أحد قال له: إليك عني نفسي نفسي،
فكيفكر انه لما تخلق الابواب وتوصد واحد الباب في الدنيا كان لا يخلق هو باب الام، وكيبدا يقلب على الام ديالو وسط الزحام ووسط ملايير الناس الى ان يجد امه فيفرح فيقول يا ام هل تذكرين في الدنيا كنت ابرك وكنت افعل كذا وكنت افعل كذا. وظاهر الحديث انه كان برا بامه، فتقول الام بلى يا بني، يعني كتعترف بهذاك الفضل ديالو وتعترف بهذاك البر ديالو، فيقول اذا يا ام اقرضيني حسنه ادخل بها الجنه. ولكن الام المسكينه حتى هي مازال مدوزه الحساب ومازال ما عرفت واش تبقى عند هذيك الحسنه ولا ما تبقاش، فتجيب نفس الجواب اليك عني نفسي نفسي. هذا مصداق قول الله تعالى في القرآن: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. علاش أيها الإخوة المسلم وعلاش المسلم يخلي راسو حتى يكون في هذا الضيق وفي هذا الحرج يتسول حسنة وكيقلب على حسنة ربما يلقاها ربما يلقاهاش، والراجح ألا يجدها لأن الأمر صعب ولأن وقت العمل انتهى. أسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. وما ننساش نذكر بأنه واحد السنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم هي سنة الست من شوال. الست من شوال اللي كيقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر كله، بحال إلى عام السنة كلها، بحال إلى صام السنة كلها أجرا وفضلا وخيرا. صلى الله تعالى أن يتقبل منا وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.